أهلا بكم في النشرة الثقافية. أقيم معرض ومزاد أرادوس للعملات للمرة السادسة على التوالي في مجمع السيف بمشاركة أكثر من 14 دولة، ويضم المعرض عددا من العملات التاريخية النادرة وعملات من حول العالم، بالإضافة إلى القطع النفيسة المتميزة والنادرة. هذا ويهدف المعرض إلى دعم الشباب البحريني وتشجيعه على هواية جمع العملات، كما يساهم في تعزيز الفرص للشباب لزيادة تعريفهم بالعملات النادرة وعرضها أمام الجماهير ومساعدتهم على تسويقها. كما تأتي فعاليات المعرض هذا العام تحت إشراف الشركات العالمية المتخصصة في تقييم العملات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا. تستعد مدينة المحرق المدرجة على قائمة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال التصميم لاستضافة الفعالية الثقافية من أجمل ما قرأت في مدرسة الهداية الخليفية، وتقام هذه الفعالية بتنظيم من جمعية كلنا نقرأ وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثر. كما تهدف الفعالية إلى التعريف بالكتب الأكثر إقبالا خلال العام المنصرم، ونشر ثقافة القراءة في المجتمع البحريني، وترشيح أفضل ما تمت قراءته من كتب للحاضرين، وكذلك سيقومون بترشيح الكتب الأفضل لقراءتها في عام 2024. أعلنت هيئة التراث السعودي اعتماد تسجيل وتوثيق 1138 موقعا تراثيا عمرانيا جديد في سجل التراث العمراني، ليصبح عدد المواقع المسجلة في السجل الوطني للتراث العمراني 3646 موقعا بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تمثل في مجملها إرثا وطنيا يعكس الثراء التاريخي للمملكة. هذا وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع التراثية مستمرة طوال العام وتشمل كافة مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استنادا إلى نظام الآثار والتراث العمراني. هذا ودعت هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن مواقع ومباني التراث العمراني لتسجيلها من خلال منصة بلاغ خدمة التراث العمراني، منوهة بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه وتنميته. اختارت هيئة فنون الطهي السعودي طبق الصيادية بصفته طبقا مناطقيا لمنطقة تبوك ضمن مبادرة روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق، سعيا منها إلى التعريف بالأطباق السعودية محليا وعالميا، وتوثيق تراث فنون الطهي في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لأطباق السعودية ومكوناتها. يعد الطعام أحد أهم الروافد المساهمة في نشر وتعزيز ثقافة المجتمعات حول العالم، فمؤخراً اختارت هيئة فنون الطهي طبق الصيادية طبقاً مناطقياً لمنطقة تبوك ضمن مبادرة روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق، بهدف التعريف بالأطباق السعودية محلياً وعالمياً وتعزيزاً للفرص الاقتصادية للأطباق السعودية ومكوناتها. طبق الصيادية يعد من أشهر الأطباق في منطقة تبوك، إذ يحضر من أفضل أسماك البحر الأحمر كالناجل والهامور والفارس وغيرها، وهو طبق يقبل عليه الأهالي بشكل كبير وملحوظ خاصة في يوم الجمعة. وهنا يواصل الشيف وائل اليزيدي مراحل طهي الصيادية، إذ يعتمد الطبق على إيصال البصل لدرجة تحمير معينة، ويعطى الأرز لونا بنيا مميزا، ويقدم السمك على الأرز بعد استوائه. تمتلك كل منطقة من مناطق المملكة إرثا تاريخيا بحضاراتها المتعاقبة، وسجلا يعكس ثقافة ساكنيها جيلا بعد جيل، وعادات وتقاليد تعد سمة لكل منطقة. نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ممثلة بدائرة الهوية الثقافية جلسة حوارية بعنوان آلة العود في الثقافة العمانية،
بهدف إدراجها في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كما بيّنت مديرة دائرة الهوية الثقافية في الوزارة أن التحضيرات جارية لتسجيل آلة العود في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو كعنصر مشترك مع الدول العربية التي تتشارك مع سلطنة عمان في الإرث والثقافة والهوية والحضارة. أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية ورشة العمل الإقليمية حول مواقع التراث العالمي الطبيعي والمختلط في الدول العربية، تبعات التسجيل والتآزر مع القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك بمشاركة واسعة من خبراء من الدول العربية. وخلال الورشة تم إلقاء الضوء على الأهمية العالمية الاستثنائية لمواقع التراث الطبيعي وكيفية تعزيز حمايتها وإدارتها بشكل فعال من خلال القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك خلال جلسات متعددة تناولت موضوعات مثل التراث العالمي الطبيعي والمختلط ومتطلبات القائمة التمهيدية للتراث العالمي وتطوير ملفات الترشيح لقائمة التراث العالمي.